اتفضل كده بنسجل حبيبنا يا جماعه. يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل شورت اوفر فيو كده على الرينال كونجنيتال انوريزم. الاول فكره سريعه عن النورمال رينال ديفلوبمنت في الانترايتراين لايف. الكيدني المفروض ان هي بتديفلوب ان 3 ستيجز. الستيج الاولانيه اسمها البرو نيفروز، والستيج الثانيه اسمها الميزو نيفروز، والستيج الثالثه اسمها الايه الميتا نيفروز. البرو نيفروز دي بتبقى في الاسبوع الثالث من انترايتراين لايف. بتبقى الكيدني عباره عن تيوبولز دريننج ان اكسكريتوري داكت، والداكت دي بتترمينيت في الكلواكا. الكلواكا اللي هي بعد كده بتدينا اليورينري بلادر والريت. الميزو نيفروز ده بيبدا في الاسبوع الرابع، ده بيبقى بريكيرسور بعد كده في الميل للباس ديفرنس والسيمينال فيزيكلز والايجاكولاتوري داكت، وفي الفيميل بيدينا فيستيجيال ريمننتس. بعد كده الميتا نيفروز ده عباره عن ايه؟ الميزو نيفريك داكت بيطلع منها حاجه اسمها اليوريتريك بات. اليوريتريك بات دي المفروض ان هي بتبقى زي اوت باوتشين كده من الميزو نيفريك داكت، وبتيلونجيت لحد ما بتكون اليوريتر، وبعد كده بتديفايد كذا ديفيجنز بتكون البلبس والكاليسس بتاعه الكيدني لحد ما تكون الرينال تيوبولز. في حاجه اسمها الميتا نيفريك ماس، دي عباره عن بتبقى اوف ميزودربن اوريجين. الميتا نيفريك ماس ديت هي اللي بتكون لنا النيفرونز. هي بتبقى عامله زي الكاب بيركب على اليوريتريك بد، وبيكون بعد كده الميتا النيفرونز بتاعه الكيدني. طيب احنا لو جينا بصينا هنا ده الامبريو، المفروض ان ده الامبريو، دي كده ريمننت بتاعه البرو نيفروس، ودي كده اللي هي الميزو نيفريك داكت وبتوصل لحد الكلواكا وطالع منها الايه اليوريتريك باد، والكاب الصغير خالص ده اللي هو عباره عن الميتا نيفريك كاب. هيبقى اوضح في الصوره اللي هنشوفها دلوقتي. ادي اليوريتريك باد اهو، وادي البيربل ده هو ده الميتا نيفريك ماس. اليوريتريك باد الاول هيكون لنا الميجور كاليسس والرينال بلفس، بعد كده هيسب ديفايد لحد ما يكون الماينور كاليسس، وهنا هيبقى فيه مالتيبل سب ديفيجنز لحد ما نوصل للكولكتنج تيوبولز. طيب بالنسبه للرينال بوزيشن، الاول الكيدني بتديفلوب في الرينال في البلفس، وبتبقى الاثنين تو كيدنز بيبقوا جنب بعض اتينينج ذير بلاد سبلاي من الايلياك فيسلز. بعد كده بالتدريج بيحصل جراديوال اسنت للبوث كيدنز، يبداوا يطلعوا ويبعدوا عن بعض ويتجهوا للبوستيريور ابدومينال وول لاينج اون ات، وبيبقوا على البوث سايدز بتاعه الايه الاورد. وهم طالعين كل ما يطلعوا في هاير ليفل بيفقدوا اللور بلاد سبلاي وبيأتين نيو بلاد سبلاي من الايه من الاورطة، لحد ما فاينلي بيوصلوا للنورمال بوزيشن. النورمال بوزيشن بتاعهم لما بيقابلوا السوبرارينال جلانس، وبيبقى ده النورمال بوزيشن اوف بوث كيدنز. وطبعا البوزيشن اوف ذا كيدني بيبقى فيه الريترو بيريتونيال. الكونجينيتال رينال انوماليز هنقسمها الى 6 كاتيجوريز. الكاتيجوري الاولاني انوماليز اوف بوزيشن، ده شامل المال روتيشن والاكتوبيك كيدني. الكاتيجوري الثاني هيبقى انوماليز اوف فورم او الشيب اوف ذا كيدني، وده شامل الهورس شو كيدني والبانكيك كيدني والكروست رينال اكتوبيا والرينال هايبوبليزيا. الكاتيجوري الثالث انوماليز اوف نمبر، شامل الرينال اجينيسيس والسوبر نيوميراري كيدني. بعد كده الكاتيجوري الرابع هو ده يمكن يعني اكترهم في العدد، اللي هو الانوماليز اوف كولكتنج سيستم اند يوريتر انكلودنج اليوريترو بلفيك دوبليكيشنز واليوريترو بلفيك جانكشن اوبستراكشن واليوريترو سيل والبرايمري ميجا يوريتر والكاليسيال دايفرتيكولا. فيفث كاتيجوري المالتي سيستيك كونجينيتال رينال ديزيزز انكلودنج مالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني والاوتوزوما ريسيسيف بوليسيستيك رينال ديزيز والاوتوزوما دوميننت بوليسيستيك رينال ديزيز. واخر كاتيجوري اللي هي الرينال فاسكولار انوماليز،
وديت الموست كومن فيها او الموست بروميننت يعني هو الابيرنت رينال ارتري والريترو اورتيك ليفت رينال فين. هنمسك الكاتيجوري الاولاني اللي هو انوماليز اوف بوزيشن. اول حاجه فيه الرينال مال روتيشن. موست كومنلي الرينال مال روتيشن بيبقى اراوند ذا فيرتيكال اكسس اوف ذا كيدني. اول مال بوزيشن كيدنز يعني لو هي موجوده في ابنورمال بوزيشن هتبقى مال روتيتد. Anomalies of rotation may produce partial pelvic ureteric junction obstruction. الصورة اللي قدامنا دي MR urography. ده T2 MR urography. فكرته كimaging technique زي ال MRCP وزي ال MR myelography. ان انا بعمل heavy T2 with high echo train بحيث انه بيعمل suppression لكل حاجة ما عدا الفلويد. فعشان كده يمكن احنا هنا كمان شايفين الفيكال ساك وشايفين كل حاجة فيها فلويد. الجول بلادر باينة فوق وعندنا الايه الكيدني كمان باينه هنا على الرايت سايد فيها ماركت هايدرونيفروزز وفيها مال روتيشن اللي هو لو شايفين ان الرينال بلبس باصص لاترالي بدل ما يبص ايه ميديان. بعد كده هنتكلم عن الرينال اكتوبيا. كلمه رينال اكتوبيا يعني الكيدني مش موجوده في النورمال سايد بتاعها. يوجوالي لوكيتد ان ذا بلبس موستلي بتبقى اسيمتوماتيك اكسيدنتالي ديسكفر. But pelvic kidney is more susceptible to trauma and infection لأنها مش في normal protected site. طيب لما بتبقى فيه single orthotopic kidney بالexamination سواء في IVP أو في الالتراساوند لازم أدور على الكيدني التانية قبل بقول إن هي absent وبالذات لو مفيش history of nephrectomy. Careful search of the contralateral collecting system في IVP بالذات in the pelvis is mandated لأنها كمان ممكن تبقى masked by the iliac bones. ده عندنا اكزامبل لاي دي بي اهو فيها ادي الكيدني الليفت موجوده في النورمال بوزيشن وادي فيه كولكتنج سيستم اهوت اكسكريتنج الكونتراست موجود في الايه عند البلبيك بريم تقريبا وادي اليوريتر بتاعه اهو هنا سي تي باين عندنا الكيدني موجوده في الايه في البلبس. ممكن الكيدني تبقى اكتوبيك في الثوركس او في الشست بس ده غالبا بيبقى اكوايرد ما بيبقاش حاجة congenital وبيحصل نتيجة foramen of bucalic herb. ده هنا صورة هي plain x-ray شايفين هنا في ماس موجودة في اللور chest. الماس ديت لما عملوا لها lateral position لقوها في posterior position. لما تعمل لها color doppler لقوا لها large vascular pedicle ولقوها reniform in shape يعني شكل الكيدني. فدي عبارة عن ايه ثوراسيك والبيشن ده كان اسيمتوماتيك يعني هو مجرد بيعمل سكريننج بس. كده خلصنا الكاتيجوري التاني. هندخل على الكاتيجوري التالت اللي هو الانوماليز اوف فورم او شيب اللي شامل البورس شو والبانكيك والكروست فيوز ديكتوبيا والرينال هايبوبليسيا. اول حاجة الهورس شو كيدني. الهورس شو كيدني is the most common anomaly of the renal form والشيب. الفكرة ان اللور رينال بولز بيتحدوا مع بعض across the midline يا اما برينال تيشو يا اما بفايبرس باند. طيب يوجوالي البوزيشن بتاع الهورس شو كيدني بيبقى ات لوور ليفل شويه بيبقى تحت الجانكشن بتاع الانفيريور ميزنتريك ارتري مع الاورت. بيبقى فيه ابنورمال اكسس اوف ايتش كيدني نتيجه ان هي ايه بيبقى فيها بايلاترال مال روتيشن بتاخد فاريبل بلاد سبلاي نتيجه اللوور بوزيشن بتاعها. ممكن يبقى فيه associated anomalies زي البلبيوريتيريك junction obstruction واليوريتيريك duplication وgenital anomalies وبيبقى فيه هنا نتيجة ان ممكن يبقى فيه نوع من الستيزس شوية increased incidence of renal stones plus ان ممكن يبقى فيه increased incidence of Wilms tumor. الصورة اللي هنا دي IVP شايفين اهوت فيه soft tissue connecting both kidneys مع بعض. بعد كده ده بوست كونتراست سي تي باين طبعا ان في ايه الكيدنس برضو فيوزد مع بعض برينال تيشو قدام الاول. بعد كده الكروست رينال اكتوبيا. في اربع انواع من الكروست رينال اكتوبيا. النوع الاولاني اللي هو الاغلب هو اللي هو ويز فيوجن يعني بتبقى اسمها كروست فيوزد اكتوبيا. النوع الثاني وذاوت فيوجن بيبقى الكيدني كروست بس مفيش فيوجن بينها وبين النورمال بوزيشن الكيدني. بعد كده سوليتري يعني هي واحده بس هي كروسنج للاوبوزيت سايد او ان هي بايلاترال يعني الاثنين كل واحده اخذت مكان الثانيه. الكروس ديفيوزد اكتوبيا لها كذا تايب. اكتر تايب منهم الموست كومن اسمها
inferior ectopia، معناها ان الابر بول بتاع الكروسنج كيدني بيتحد مع اللور بول بتاع النورمال بوزيشن كيدني. والسكند موست كومن تايب بتاعنا هو اسمه السيجمويد او الاس شيبد كيدني، نتيجة الاتحاد هو برضو inferior ectopia، يعني الابر بول بتاع الكروس كيدني متحد مع اللور بول بتاع النورمال بوزيشن كيدني، بس الاثنين عكسوا البوزيشن بتاع الرينال بلفس فبقت شكلها زي الاس شيب. ده مالتيبل اكزامبلز للكروس ديفيوزد اكتوبيا، ده اللي هو الموست كومن تايب الانفيريور تايب. ادي هنا في يونيون بين التو كيدنز، وادي الايه اليوريتر بتاع الكروسنج كيدني. ده الترا ساوند لو انتم شايفين دي كيدني ودي كيدني ثانيه، دول تو كيدنز ومتحدين مع بعض. وده كده ام ار اي باين فيه اللي هو تو كيدنز تقريبا ملتحمين سوا، دي بنسميها لامب كيدني، يعني كانها الكيدنز تو كيدنز عباره عن وان ماس. Abnormal rotation is common، غالبا بيحصل rotation في renal pelvis and renal pelvis may face in the opposite direction، يعني كل واحد يبقى في ال direction المعاكس. MRI is the best diagnostic tool. Incidence of associated anomalies is low، بس أكترهم هو ال vesicoureteric reflux. Slightly increased incidence of stones، هي فكرة ال stones إن أي condition بيبقى فيه renal stasis بيبقى فيه urinary stasis ده بيحصل فيه stone formation. هو فيه circle كده المفروض إن إحنا عارفينها كلنا، ان الستون او الاستيزز الاول يؤدي الى ستون وبعدين الستون يؤدي الى انفكشن. دي فيشوس سيركل، الثلاثه سيركل دي كده بتبقى ايه الثلاثه بيوصلوا لبعض. بعد كده الرينال هايبوبليزيا، معناها ان الرين الكيدني انكمبليتلي ديفلوبد، فبتبقى سمولر ان سايز وذ فيور كاريسز، لكن الفانكشن بتاعتها نورمال، يعني هي فكرتها ان هي بتبقى حجمها صغير بس، لكن كل حاجه فيها بتبقى نورمال. Hypoplastic kidneys are smooth with short infundibuli, sometimes have clubbed calyces. Clubbed اللي هي بتبقى ايه زي فيها بالورنج شويه. ايه سببها؟ ممكن قالوا ان هي نتيجه impaired adequate renal development due to intrauterine insult. في حاجه اسمها segmental hypoplasia، يعني جزء من الكدني بيحصل له hypoplasia مش كلها. غالبا بيبقى الابر بول وبيبقى فيه deep transverse groove وبتبقى associated with severe hypertension. سبب السيجمنتال هايبوبليزيا في ناس قالت ان هي كونجنيتال وفي ناس قالت ان هي انفكشن. طيب الانوماليز اوف نمبر قلنا يا اما ديكريز نمبر يا اما انكريز نمبر. الديكريز نمبر اللي هي الرينال اجينيسيس، طبعا ده ممكن يبقى يونيلاترال او بايلاترال، بس البايلاترال انكومباتيبل وذ لايف، محدش يقدر يعيش من غير كده. انما اليونيلاترال ان يبقى البيشنت عنده كدني واحده بس، وده بيبقى نتيجه هايبوبليزيا، بيبقى معاه اسوشيتد انوماليز اخرى زي الهايبوبليزيا او ابليزيا اوف ذا تيستيكلز كورن وتيوترس هايبرتروفي اوف ذا كونترالاترال كيدني، طبعا ده عشان كومبنسيشن. بعد كده الحاجه الثانيه ان يبقى البيشنت عنده اكتر من تو كيدنز، ده رير كونديشن طبعا زي الصوره اللي قدامنا دي. ادي عندنا التو كيدنز موجودين في نورمال بوزيشن وفي كيدني ثالثه اهي موجوده في الايه في البلفس، وادي اليوريتر بتاعها. هندخل على الكاتيجوري الرابع اللي هو الانوماليز اوف ذا كولكتنج سيستم اند يوريتر. قلنا ده شامل الدوبليكيشن واليوريترو بلبيك جانكشن اوبستراكشن واليوريترو سيل والبرايمري ميجا يوريتر والكاليسيال دايفرتيكل. اول حاجه الدوبليكيشن، الدوبليكيشن ممكن يبقى حاجه من ثلاثه، يا اما ان هو بيبقى جاست ديفيد رينال بلفس، يعني في اتنين رينال بلفس وان كيدني، وده هو الموست ماينور فورم اوف ذيس كونديشن، او ان انا يبقى عندي اتنين يوريتر واتنين رينال بلفس. الاتنين يوريتر بقى ممكن يتحدوا مع بعض في اني سايت قبل دخول اليوريناري بلادر، وده اسمه incomplete ureteric duplication، او ان هما يكملوا كتو يوريترز لحد الاخر وده يبقى اسمه complete ureteric duplication. ادي عندنا هنا اتنين رينال بلفس الصورة الاولانية، وبالصورة التانية ده كده partial او incomplete ureteric duplication وده كومبليت يوريتري دوبليكيشن، وصلوا لحد البلادر الاثنين وكل واحد فتح بسيبريت اوبننج. نسينا نقول بس ان في الانكومبليت ممكن يحصل حاجه اسمها اليو يو ريفلكس، ده عباره عن ايه؟ انه اليورين بيجي من كيدني من يوريتر سيجمنت ويعدي ويطلع فوق في اليوريتر الثاني في الاذر يوريتر. بعد كده الكومبليت دوبليكيشن بقى complete ureteric duplication، انا عندي حاجه اسمها تو رينال مايتس. يعني ايه تو رينال مايتس؟ يعني الكيدني بتتقسم الى اتنين collecting system،
كل collecting system draining ureter separate. ال upper moiety اللي هو ال upper collecting system اللي draining بال upper ureter ده اسمه ال upper renal moiety، وال lower moiety اللي هو draining في ال lower ureter. ال lower renal moiety ال ureter بتاعه بينسرت في النورمال سايت او في النورمال position بتاعه اللي هو في الترايجون of the urinary bladder، لكن ال upper moiety غالبا بينسرت في lower position، بيبقى ممكن عند البلادر نيك او غيره. وده بيبقى فيه كمان increased incidence لليوريتروسيل، يعني cystic dilatation في اللور يوريتر. احنا قلنا انه ممكن يدرين او يفتح في فتحة طبعا مختلفة او ectopic side، mainly بتبقى في البلادر نيك، لكن في الميلز ممكن يفتح في اي مكان، المهم انه never inferior to the external sphincter. لكن في الفيميلز ممكن يبقى الانسرشن في اليوريثرا او ايفن حتى في الفاجينا، وطبعا لو حصل كده بيبقى فيه continuous urinary incontinence و ascending infection. ده عندنا multiple examples ل urethropelvic duplication، ده incomplete ureteric duplication، ادي فيه 2 ureters واتحدوا قبل ما يوصلوا للبلادر، ده اسمها triplex، يعني في عندي 3 renal pelvis وفي عندنا 3 ureters بس برضو اتحدوا الثلاثة مع بعض وعملوا ureter واحد. وده عندنا example للcomplete duplication، دي lower moiety دي upper moiety، اللي باين هو اليوريتر بتاع اللور الأبر مويتي وواصل هنا في dilatation وفي الآخر كمان في urethrocele، في dilatation أو في cystic dilatation موجود في الجزء الايه الأخراني الانترامورال بارت اوف ات. بعد كده هنتكلم عن الcongenital pelvic junction obstruction، هو ده الموست كومن congenital anomaly of genitourinary tract in neonate، 20% بيبقى bilateral. ايه سببه؟ يا اما نتيجه abnormal smooth muscle arrangement فبت impair distensibility، يا اما ان هو بيبقى abnormal innervation للproximal ureter، وده بنسميه Hirschsprung equivalent لان هو نفس الباثولوجي بتاع Hirschsprung disease، او نتيجه extrinsic compression by crossing vessel او fibrous scar عند pelvic junction. فطبعا زي ما احنا شايفين في الدايجرام اللي قدامنا ده بيبقى فيه ماركت دايلاتيشن في الرينال بلبس والكاليسس، ولكن اليوريتر بيبقى نورمال خالص. كلينيكالي ممكن يبقى دايجنوز انتي نيتالي بالالترا ساوند، البيشنت ممكن يبريزنت بيوريتيري تراكت انفكشن او انترميتنت ابدومينال بين وفوميتنج وهيماتوريا. حالات بسيطة ممكن تبقى accidentally discovered أثناء مثلا evaluation of trauma. طيب في الإيميجينج بنشوف فيه إيه؟ الكلاسيك إيميجينج appearance إن يبقى فيه marked hydronephrosis that ends abruptly at the pelvic-ureteric junction with normal caliber ureter downstream. ممكن يبقى فيه disproportionate enlargement of the renal pelvis and variable drainage of the collecting system. دول تو اكزامبلز اهمت للايه للبيرفيروتيك جانكشن اوبستراكشن. ادي الاولاني زي ما احنا شايفين فيه ماركت هايدرو نيفروزس ولكن اليوريتر نورمال خالص مفيش اي حاجه. الاذر سايد دي عندنا هو ده بيشنت جاء في موتور كار اكسيدنت فلقوا ان فيه ماركت دايلاتيشن في الرينال بلفس والكاليسز وفي عندنا كورتيكال ثيننج ولقوا فيه كولكشن كمان موجود، فده انسيدنتالي ديسكفرد pelvic-ureteric junction obstruction و rupture في الأكسيدنت. بعد كده هنتكلم عن اليوريتروسيل. يعني ايه يوريتروسيل؟ اليوريتروسيل هو عبارة عن congenital cystic dilatation of the distal submucosal portion of one or both ureters. الطايبس بتاعته حاجة من اتنين، يا اما يبقى اسمه simple يوريتروسيل يعني اليوريتر في مكانه الطبيعي في الـ inserting في urinary bladder trigone وحصل له cystic dilatation في المكان ده وده بيمثل 25% فقط. الاكتوبيك يوريتروسيل معناها ان في بقى فيه abnormal location of the يوريتروسيل anywhere else بيبقى غير النورمال insertion في البلادر تريجون وده الاكتر 75%. غالبا بيبقى associated مع الدوبليكيشن unilateral في 80% من الحالات. ممكن يعمل اليوريتروسيل ده ممكن يكبر قوي لدرجة ان هو يعمل obstruction لكل اليورينري تراكت اللي فوق. احسن حاجة اشخص بيها اليوريتروسيل انه يعمل filling defect في اليورينري بلادر on any imaging modality زي ما احنا شايفين هنا في الاي في بي او في عندنا rounded filling defect موجود في البلادر، وهنا زي ما احنا شايفين برضو في عندنا ايه
اللي هي اليوريتريك دوبليكيشن او في كومبليت دوبليكيشن، لان هنا في ادي مويتي وادي مويتي تاني. الحاجه الثانيه ان انا في الالترا ساوند ممكن اشوف في سيست جنب البلادر على طول، زي هنا دي اليورينري بلادر ودي في عندنا لارج سيستيك ستراكشر موجود جنب اليورينري بلادر. طيب اليوريتروسيل ده ممكن ياخد اشكال عديده على حسب الديستنشن بتاعه باليورين، يا اما ان هو يبقى ديستندد فهيبان كسيست زي ما احنا شايفين، او يبقى كولابسد فهيبان الريجولار سمول سيست، او ان هو هيبقى ايفرتد يعني يتقلب، وده ايه بيبقى شبه الدايفرتيكال، يبقى مس دايجنوزد ان هو دايفرتيكال. ايه الكومبليكيشنز بتاعته؟ ممكن نتيجه اليورينري ستيزس اللي بيبقى جواه يبقى فيه ستونز، وممكن يبقى فيري لارج لدرجه ان هو يعمل بلادر نيك اوبستراكشن. كلينيكالي هو لقوا ان الانستنس في الفيميل اكتر بكتير من الميلز، وفي الليفت سايد بيبقى اكتر من الرايت سايد، وبيبقى بايلاترال في 10% من الحالات. البروجنوزس بيبقى اكسلنت لو هو مفيش اوبستراكشن ومفيش ريفلكس، لكن بيبقى فاريبل لو في برولونجد اوبستراكشن. ده عندنا دي صوره تي 2 ام ار اي، ادي البلادر اهيت وباين فيها سيست اهوت اوف ذا يوريتروسيت، واضح ان طبعا دي ايه فيميل بيشنت. بعد كده هنتكلم عن البرايمري ميجا يوريتر. يعني ايه ميجا يوريتر؟ معناها ان اليوريتر كله على بعضه دايليتد لحد حته صغيره تحت خالص قبل الانسرشن في البلادر بتبقى نورمال كاليبر. طيب ايه سببها؟ يعني تقريبا هو نفس السبب بتاع الايه البلبيوريتريك جونكشن اوبستراكشن البوسيتي اوف ذا جانجليون سيلز، فبالتالي ما بيحصلش ديستنشن لللور يوريتريك سيجمنت اللي هي قبل الانسرشن، او نتيجه هايبوبليزيا او اتروفي للماسل فايبرز اللي موجوده فيها. ممكن يبقى فيه اسوشيتد ابنورماليتيز ان يبقى فيه بلبيوريتريك جونكشن اوبستراكشن في نفس المويتي او في الاوبوزيت كده. طيب كلينيكالي البيشنت بيجي بايه؟ غالبا بيجي بري نيتال هايدرويوريترو نيفروزس او يورينري تراكت انفكشن. بس سيفيريتي اوبستراكشن في الحاله دي بتبقى ستيبل، يعني هو نفس السيفيريتي على حسب ما بريزنتنج في الاول خالص بيستمر عليه. لو مايلد ديزيز ممكن بيخف مع الوقت، يفضل يحصل ديفلوبمنت للجانجليون سيلز ديت او ان الماسل فايبرز تتحسن ويحصل ايه امبروفمنت للكيس. طيب بالايمجنج بنشوف ايه؟ هنلاقي اليوريتر كله على بعضه دايليتد ما عدا حته صغيره خالص ديستال، ده في الاي في بي، وبرده لو عملنا ادينا دايوريتك ماك 3 رينال سكان. نون بروبالسيف موشن ان ذا دايليتد يوريتريك سيجمنت، مفيش فيها اي موشن خالص، وممكن يبقى فيه حتى نتيجه الماركت دايلاتيشن، وممكن اليوريتر كمان يبقى تورشوس ان شيب، يبقى فيه ريفلكس في الدايليتد يوريتر اند كاليسيس. ده عندنا هنا اي في بي اهو، بس ده يعني الى حد ما مايند فورم شويه، حتى هنا لو نلاحظ ان مفيش دايلاتيشن جامد في الكاليسيس والرينال بلفس، وفي مايند دايلاتيشن في اليوريتر كله لحد الاخر. دي كيس ديت فيها ام ار اي، شايفين ان هنا في ماركت دايلاتيشن على البوث سايدز، وفي دايليتد بوث يوريترز لحد الايه البلادر. كده خلصنا الكاتيجوري بتاعت الكونجنيتال انوماليز في الرينال بلبس واليوريتر. هندخل على الكاتيجوري الخامسه اللي هي الكونجنيتال مالتي سيستيك رينال ديزيز. هما الثلاثه الاساسيين بتوعها اللي هي المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني، والاوتوزومال ريسيسيف بولي سيستيك رينال ديزيز، والاوتوزومال دوميننت بولي سيستيك رينال ديزيز. المالتي سيستيك ديسبلاستيك كيدني هي عباره عن نون فانكشنينج كيدني، هي مفيش فيها رينال تيشو اصلا، هي اللي حصل ان حصل ريبليسمنت للرينال تيشو by multiple cysts and dysplastic tissue، وطبعا بتبقى unilateral ما بتبقاش bilateral. كان very in size، ممكن الكيدني ديت تبقى من 10-15 سنتي لحد 1-2 سنتيمتر. It's a non-hereditary disorder، وهي second most common cause of abdominal mass في neonates. Up to 40% of patients have contralateral abnormalities زي البلبيوريتريك junction obstruction والفيزايكوريتريك reflux. It tends to involute with time. السيستس بيحصل لها shrinkage والريزيديوال تيشو ده بيبدا ايه هو كمان يكولابس على بعضه وما بتبقاش رينيفورم شيب. ده جروس باتر للمالتسيستيك ديسبلاستيك كيدني. اهي في عندنا مالتيبل فاريبل سايز سيستس وشكلها طبعا ايه مش محتفظه بالرينيفورم شيب اللي معروف. بالاضافه الى ذلك زي ما احنا شايفين ده اليوريتر بتاعها بيبقى اتريتك، وده بيبان كمان في الفايندنجز في الايمجينج. لو انا عملت للبيشنت ده الترا ساوند هنلاقي طبعا هو ممكن يتعمل له برينيتال او بيرينيتال، والالترا ساوند بيبقى فيه نيوميرال سيستس اوف فاريبل سايز
والايكوجينيك انترفينينج بارينكيما ومفيش اي اركتكتشر خالص او كورتيكوميدالر ديفرنشيشن. سيستيك رينال ماس وذ نو اكسكريتوري فانكشن ده ببقيه الموداليتيز. الرينال كونتور ممكن يبقى بريزيرفد اور نوت. بيبقى فيه طبعا كومبنساتوري هايبرتروفي للكونترالاترال كيدني لان البيشنت ده كانه عنده رينال اجينيسيس. وممكن يبقى فيه كالسيفيكيشن في السيست وول في الادلت. اليوريتر على الافكتد سايد بيبقى اتريتك وممكن ما يبقاش فيه رينال ارتري كمان على الافكتد سايد. طيب الاوتوزومال ريسيسيف بقى انفانتايل بوليسيستيك رينال ديزيز او البوليسيستيك رينال ديزيز عامه ايه فرقها من المالتي سيستيك؟ المالتي سيستيك بتبقى يونيلاترال على ناحيه واحده ما بيبقاش فيه رينال تيشو، انما البوليسيستيك فكرتها ان انا ببقى عندي شويه رينال تيشو بالاضافه الى ابنورمال تيشو وبتبقى بايلاترال وسيمتريكال على الناحيتين. الاوتوزومال ريسيسيف هي جينيتك ديس اوردر كاركترايزد باي بايلاترال سيمتريكال سيستيك رينال ديزيز involving the distal convoluted tubules and collecting ducts. وزي ما قلنا مش بتاخد كل الكدني، بتاخد جزء وجزء لا. More severe disease typically presents in infancy ولو milder form بتpresent في childhood وممكن يسرفايف للadulthood كمان. طيب انا بشوف ايه في الحالة بتاعت البوليسيستيك رينال ديزيز دي؟ بنشوف bilateral enlarged hyperechoic kidneys in a newborn ولو في history of fetal oligohydramnios بيبقى supportive نتيجة طبعا poor renal function في intrauterine life. Poor or absent corticomedullary differentiation. السيستس ممكن تبقى سمول قوي بدرجة ان انا ما شوفهاش فتدينا ايكوجينيك فوسال، وممكن تبقى كبيرة شوية بس بتبقى اقل من 1 سنتيمتر in diameter فبشوفها بس ده في 50% بس من الحالات. وعشان كده ممكن يبقى فيه tiny hyperechoic foci ممكن تتشاف. اي ده اكزامبل اهوت، ادي كدني مجرد ان انا شايفه فيها هايبر ايكويك فوساي موجوده كتيره وطبعا مفيش كورتيكوميدالر ديفرنشيشن. هنا الكدني دي برده مفيش فيها كورتيكوميدالر ديفرنشيشن وفيها مالتيبل الى حد ما سمول بس فاريبل سايز سيستس موجوده اوفر الكدني. الفرق بقى بينها وبين الادلت بوليسيستيك رينال ديزيز ده هيريديتري ديس اوردر وزي ما احنا قلنا ان هو اوتوزومال دوميننت يعني بيجي كتير، وده characterized by multiple renal cysts and various other systemic manifestations. بيبقى فيها systemic manifestations أخرى غير الايه البوليسيستيك كدني. بيبقى ممكن يبقى فيه other cysts في other organs زي الليفر والبنكرياس والبرين والأوفرز والتستس. ممكن يبقى فيه حاجات تانية غير cysts زي الفالفولار هارت ديزيز والهيرنيز والكولون دايفرتيكولي والانيوريزم سواء كان سيريبرال أو أورتيك أو كورونري. غالبا البيشنت ده بيجي اسيمتوماتيك في الشايلدهود وبيبقى انسيدنتالي ديسكفرد اور فاوند وين سكريننج تشيلدرن اوف افكتد ادلتس لان احنا قلنا ان ده هيريديتري ديزيز واوتوزومال دوميننت يعني هيتشاف كتير. 54% من الحالات بيظهر في الفيرست ديكيد اوف لايف، 72% بيظهر في السكند ديكيد اوف لايف. البروجنوزس از اكسلنت ان شايلدهود لكن بيبقى فاريبل في الادلتهود نتيجه انه ممكن يحصل رينال انسفيشنسي او هايبرتنشن، وطبعا هو ده الفورس ليدنج كوز اوف كرونيك رينال فيلير اول اوفر ذا وورلد. طيب في الايمجنج بقى بنشوف ايه؟ الكيدنس هتبقى انلارجد وبيبقى فيها انيوميرابل سيستس عدد هائل من السيستس وبوسيليتد سيرفيس يعني بقى فيه زي روبوليتد سيرفيس كده نتيجه السيستس اللي على السيرفيس. ممكن يبقى فيه كالسيفيكيشن في السيست وول. السيستس بتعمل كومبريشن على الكاليسز والانفانديبولا بتاع الكيدني ففي الاي في بي هتبان الكاليسز ديت اسمها سويس تشيز نيفروجرام يعني بتبقى ايه حواليها في دواير دواير فيلينج ديفكتس كده فبتديني سويس تشيز ابييرنس. السيستس بتبقى فاريبل سيجنال كاركترستكس سواء بالسي تي او الام ار اي على حسب الكونتنت بتاع السيست. في السي تي بتبقى هايبودنس لو هو ووتر ووتري كونتنت انما هايبر دنس لو هيموريج او بروتين او كالسيوم. في الام ار اي في التي 1 مثلا السيست ده لو فيه فلويد عادي ووتري فلويد هيبقى لو سيجنال انما لو بلاد او بروتين هيبقى هاي سيجنال. بالاضافه ان ممكن يبقى فيه لايرنج جوه السيست ده نتيجه ان بيبقى فيه سيلولار ديبرس جوه السيست. وممكن نشوف بقى الاذر فايندنجز اللي احنا قلناها زي الاذر اورجان سيستس ده مالتيبل اكزامبلز هي للبوليسيستيك كيدني. ادي عندنا باي لاترالي مالتيبل فاريبل سايز سيست كتيره وده البوستيليتد سيرفيس اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه على السيرف بتاع الكيدني. ده عندنا برضو بوليسيستيك كيدني هنا فيها كالسيفيكيشن في الوول بتاع السيست والاذر سايد فيه لارج ستون موجوده في الرينال بلفس. هنا ده اكزامبل برضو لبوليسيستيك رينال ديزيز ومعاه فيه بوليسيستيك ليفر ديزيز.
اخر كاتيجوري اللي هي الرينال فاسكولار انوماليز. اول حاجه فيها وانا اتكلمت على التو موست كومن يعني اللي هي الابيرنت رينال ارتري. ايه فكره الابيرنت رينال ارتري ده؟ ان احنا اتفقنا في الاول ان الكدني بتاسنت في البوزيشن بتاعها لحد ما بتوصل للنورمال بوزيشن في اللامبر ريجن. كل ما بتاسنت بتاخد بلاد سبلاي جديد من الاورطه وبتفقد البلاد سبلاي القديم. طب لو حصل وما حصلش فيه انفولوشن للبلاد سبلاي القديم ده بيبقى فيه اكسسوري سبلاينج ارتريز للكدني. ده بيبقى مهم قوي ان احنا نعرف السيرجن دي قبل اي اوبريشن عشان ما يحصلش مشاكل في الكدني في الاوبريشن. ده عندنا ام ار انجيوغرافي، ده في تو اكزامبل اهوت، ادي ابيرنت رينال ارتري على الرايت سايد، في انذر اهوت على الليفت سايد. الحاجه الثانيه الليفت رينال فين، هي انوماليز او بنعتبرها نورمال فارينس، بس هي بتبقى مهمه برضو في الاوبريشنز وعامه لانها ممكن تعمل شويه مشاكل. اسمها نات كراكر سيندروم. في حاجه اسمها بوستيريور نات كراكر سيندروم، يعني معناها هو نورمالي المفروض الليفت فين بيعدي قدام الاورطه. طيب لو الليفت فين رينال فين عدى ورا الاورطه يبقى اسمها بوستيريور نات كراكر سيندروم، يعني هو بيبقى كومبريست بين الفيرتبرال كولوم والاورطه. طيب في حاجه ثانيه اسمها انتيريور نات كراكر سيندروم، لو الليفت رينال فين معدي من قدام الاورطه بس اتحشر بينه وبين السوبيريور مزنتريك فين، دي اسمها بوستيريور نات كراكر سيندروم، انتيريور سوري نات كراكر سيندروم. للاسف انا ما لقيتش صوره في الليتريتشر للتو انومز دولت عشان اوضحها. بكده نكون احنا خلصنا كل، يعني عملنا رابيد اوفر فيو كده للايه للكونجنتال انومز بتاعه الكدني الاهم. اي سؤال؟